السلام عليكم حبيبتي، في قناتكم قناه بسمتي للتفصيل والخياطه. معنا طريقه قنطوره لاي كبيره، لا طاي 3 XL. المهم نعطيكم طريقه الفصاله. نحتاجو القماش 3 متر، ونحتاجو الكالو نتاع الدود. ديروا طريقه الفصاله. القماش شحال يدير 25000 متر، وهذه باكي 10000. طويت القماش طويته على زوج، واللي طويته على 4. هنا الحاشيه نفصلو على الجهه اللي كيما نقولوا الجهه اللي تكون طويله نتاع القماش. شحال نديرو في الدوره نتاع الكتيف؟ قلت لكم 3 XL، دير 22 سنتيم. ونديرو خط هنا نقطه، وهنا ننزلو لحدة الابط ننزل 23 سنتيم، وندير الدوره نتاع الصدر. ها هي الدوره نتاع الصدر، عندنا 30 سنتيم وزوج سنتيم تاع الخياطه، يعني تجيكم 32 سنتيم. وتوليو تنزلو القندوره ايفازي، ننزل الدورة نتاع الخصر بعشرين سنتيم. هيا هنا نديرو 20 سنتيم، ونديرو نقطة، ونديرو الدورة نتاع الخصر. الدورة نتاع الخصر حتى هي طيح لكم 32 سنتيم، يطيحو قد قد اللي يكون عندهم كيما نقولو يكون عندهم البطن كبير. هاد الطريقة، وتنزلو الإيبازي، نزلو القندورة، هاي نزلوها حتى النهاية نتاع العرض. طريقة سهلة، راح دايرين الفصايل عدة فصالات بهذه الطريقة. هنا ننزل الحردة تاع الإبط هاي، ونوليو ننزلو بهذه الطريقة، ونديرو الدورة تاع الإبط. ونوليو ننزلو على حساب العرض نتاع القندور، نديرو الطريقة نتاع الفصال. بسم الله. هنا عندنا في الأمام والخلف، وتفصلوا القندور، نفصلوها بهذه الطريقه. تتبعوا المسطره تتراسيو عليها وتفصلوها. ها هي هنا فصلنا هذه، ونزيدو نفصلوا الجهه السفليه. فصلت، وهنا ندير الطول. هنا نديرو ميلان الكتف تاع القندور، ندخلو بزوج سنتيم، ونديرو الفتحة تاع الأمام. الفتحة تاع الأمام نديرو فيد، هنا نديرو قلت لكم الفتحة تاع الأمام نديروها في، ننزلو شحال ننزلو؟ ننزلو 18 سنتيم أو 19 سنتيم، كل واحد وكيش يبغي. اللي يبغي الفتحة تجيه كبيرة ينزل ب 19، اللي يبغي يجيش ما تجيش كبيرة بزاف، تجي ما تجيش مفتوحة، ينزل ب 18 سنتيم. أنا ننزل بهذه الطريقة. هنا ندير خلي واحد زوج سنتيم في الجهة العلوية تاع الكتف، وننزل بشدرة. هذه هي الفتحة تاع الأمام نتاع الفي، وهنا نتراسي وننزل. هنا الفتحة تاع الأمام هاي، هذه هي تخرج لنا في. وهنا واش يبقى لنا؟ يبقى لنا الكمام. نديرو لكم، نديرو طريقة الفصالة نتاع لكم، واللي يبقى لكم ديروا القنادر نتاع بنات. ها هو القماش اللي بقى لنا من القندور. وهنا نديرو لكم، نديرو الطريقة نتاع لكم،
نجيبو دائما نجيبو الحردة تاع الابيض المبتدئات، نجيبو الحردة تاع الابيض تاع القندور. هنا دائما نديرها نمشيها هنا الحردة تاع الابيض، نهاية حردة الابيض هي اللي نجيبها هنايا، نجيبها في الكرو ونجي بهذه الطريقة. هاي جيبو بهذه الطريقة وديرو الحردة تاع الابيض، ندير نقطة وهنا نجيب خط، اول خط، وهنا جيبوا الوسط، دائما يكون باين الوسط 32 سنتيم. هنا عندي 32 سنتيم، هنايا نديرو الوسط، هو الوسط هنا، وديرو خط، الخط جيبوا ونجيو نقصو لكم بهذه الطريقة. وهنا دورت لكم عريضة عند هاد الدرعان، أعراض 24 سنتيم يعني 44 سنتيم، ونجيو بهذه الطريقة ونقصو لكم. ونقصص ها هو الكم نتاع القندور، هذا هو الكم بطريقة سهلة. نديرو الطريقة نتاع الخياطة، نغلف الأمام والخلف وندير لكم الطريقة نتاع القالون، نديرو لكم القالون نتاع الدودة. الطريقه نتاع خياطه نتاع القندوره، غلفت القندوره من الامام وغلفتها من الخلف، وحددت قبضت الوسط. كي تقبضوا الوسط باش تقبضوا، لازم تقبضوا الوسط باش نديروا القال. هنا ندير القال، قندوره خفيفه، الناس تقدروا تخيطوا حتى الامهات نتاع. نكملها بهذه الطريقة، هيا نزيد خط نتاع قالو وندور ونولي نزيد خط وندور، ونلاقي القندورة من الكتاف ونلصق الكمام، ونلاقي القندورة تاعي من الجوانب وندير الكفة ونوريكم النتيجة. النتيجة النهائية نتاع القندورة كملتها، القندورة جات شابة. قندورة تقدروا تخيطوا لأمهاتكم، تقدروا تخيطوا لعزايجاتكم أو جداتكم. النتيجة قندورة خفيفة أنت عدار، المهم نعطيكم ثمن خدمة يديكم. بشحال نخدم هاد القندورة؟ نخدمها 80,000 من عندي القالو، والزبونة تجيب لكم القماش، وتوليو إلا درتو نتوما القماش من عندكم توليو تحسبوا الثمن تاع القماش. هذه هي النتيجة النهائية، وإن شاء الله وشحال تلبس القندورة؟ تلبس 3XL. هذه هي النتيجة النهائية، وإن شاء الله تعجبكم، ومع السلامة، ونتلقاو فيديو آخر إن شاء الله.